عندنا الدكتور سليمان حرب استاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات المساعد في جامعه الاقصى المغربي، والدكتور محمود برغوث استاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات المساعد بالكليه الجامعيه بخان يونس. بدهم يقدموا ورقه عن درجه توفر متطلبات التعلم الذكي في مؤسسات التعليم العالي. تفضلوا. السلام عليكم. في البداية أود أن أشكر جميع القائمين على المؤتمر الدولي التالي للتعلم والتعليم العالم الرقمي التعلم الذكي بجميع لجانها الرئيسية والفرعية، والشكر كل الشكر إلى جميع الجهات الداعمة لإنجاح هذا المؤتمر. والشكر موصول للدكتورة شهناز رئيسة الجلسة. إن شاء الله تعالى، طبعا أنا الدكتور سليمان حرب وشريكي في الباحث الدكتور محمود برغوث من غزة، قمنا بالاشتراك ببحث درجة توافر متطلبات التعلم الذكي ومؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني. طبعا يتسم العصر الحالي التطورات التكنولوجية السريعة، ونتيجة التطورات الحديثة ظهر لدينا مصطلح أو مفاهيم جديدة هي منها التعلم الذكي. مفهوم التعلم الذكي هو بيئة تعليمية تعتمد على المستحدثات التكنولوجية المتعددة التي تساعد كل من المحاضر والطالب على تقديم وعرض المحاضرات بطريقة تفاعلية مجهزة بتقنيات ذكية مثل السبورة الذكية، النقل الإلكتروني، الفصول الافتراضية إلى آخره، وتساعدهم في تنمية الفهم والتحليل والإدراك والبحث والاستكشاف والإبداع لدى المتعلمين. طبعا مشكلة البحث كانت تطرقت لها سابقا، وهي ما درجة توافر متطلبات التعلم الذكي بمؤسسات التعليم العالي التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني على الأحلام الحكومية. من أجل الإجابة على السؤال الرئيسي طرحنا مجموعة أسئلة، اللي هي ما درجة توافر متطلبات التعلم الذكي بمؤسسات التعليم العالي بوجهة نظر الأكاديميين بمؤسسات التعليم العالي؟ هل توجد فروق دالة إحصائية تعزى لتخصص المحاضر؟ هل توجد فروق دالة إحصائية تعزى إلى نوع المؤسسة الذي يعمل بها المحاضر؟ هل توجد فروق دالة إحصائية في درجة التوافر طالما أنك تعزى للمؤهل العلمي الموظف اللي هو بكالوريوس ماجستير دكتوراه؟ وطبعاً آخر سؤال اللي هو هل توجد فروق دلالة إحصائية في درجة التوافر طالما أنك تعزى لسنوات الخدمة؟ خمس سنوات، أقل من خمس سنوات، من خمس إلى عشر سنوات، من أكثر من عشر سنوات. طبعاً أهداف البحث، طبعاً إنه إحنا نتعرف ما هي درجات متطلبات درجة توافر متطلبات التعلم الذكي في مؤسساتنا التعليم العالي في ضوء التطور الحديث، تطور التكنولوجيا اللي إحنا بنعيشه المتسارع والسريع جداً. بنكشف عن الفروق، طبعا اي مؤسسات فيها كان فيها درجه توافر تعلم ذكي اكثر من مؤسسات ثاني، وكمان نكشف عن الفروق لاي درجه توافر تبع لعامل تخصص المحاضر ماجستير علمي ادبي، واخر حاجه اللي هو طبعا هنشوف الاجسام. طيب اهميه البحث وحدود البحث، طبعا اقتصر البحث أهمية البحث طبعاً قد يفيد العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وتزويدهم بدرجة توافر متطلبات التعلم الذكي. يعني إحنا قبل ما بدنا نطبق شيء زي هاي لازم إحنا نشوف إيش درجة التوافر حتى يساعد متخذي القرار على توفير كل المتطلبات أو معالجة بعض النقاط اللي بتكون إحنا طبعاً مش متوفرة عندنا حتى يتم تطبيقه بشكل سليم. حدود البحث فقط كان الأكاديميين العاملين مؤسسة التعليم العالي الحكومية بغزة والتابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، هي جامعة الأقصى، هي الجامعة للعلوم والتكنولوجيا، كلية فلسطين التقنية.
كانت الفصل الأول من العام الدراسي 2016-2017. المنهج طبعاً هو منهج وصفي. مجتمع البحث تكون مجتمع البحث من جميع محاضري الجامعات الحكومية العاملين بوزارة التربية والتعليم العالي، جامعة الأقصى للعلوم والتكنولوجيا والتقنية، وعددهم كان 632 أكاديمية. تم اختيار عين التجربة بطريقة عشوائية، بلغ عددهم 184 أكاديمية، ما نسبة 29% من مجتمع البحث. طبعاً البحث قام البحث بإعداد استبانة مكونة من 51 فقرة. طبعاً اتبعنا التسلسل السليم في تحكيمها وصدقها وثباتها، وكانت مقسمة إلى أربعة مجالات: من طلبات اللي هو التعليم البشري للتعلم الذكي، والطلبات المادية متعلقة بالبيئة التعليمية بالجامعة، والمتطلبات الفنية المتعلقة بالجانب التقني والبنية التحتية التكنولوجية والتنظيمية، والمجال الأخير المتطلبات الإدارية. وطبعا كانت نتائج البحث تلخصت تجارة نتائج البحث أن نسبة توافر متطلبات التعلم الذكي ومؤسسات التعليم العالي بوجهة نظر الأكاديميين العاملين ومؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية بلغت 65.8، والنسبة طبعا ضعيفة. لا توجد فروق دلالة إحصائية بين متوسطي درجات الأفراد العينة في درجة توافر متطلبات التعلم الذكي ومؤسسات التعليم العالي، تعزى لعامل اللي هو مجال تخصص المحاضر علم وأدب، ما كانش فيه هناك فروق. ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بمتوسط درجات الأفراد العينة، تعزى المتغير اللي هو سنوات الخدمة. باقي أربع دقائق لما تقول طبعاً توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات، كان هناك فروق درجة أفراد العينة في توافر متطلبات العلم الذكي ومستوى العالي تبعاً لمتغير نوع المؤسسة، كانت لصالح مؤسسة اللي هي لصالح الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، وكانت فيها درجة توافر أعلى من المؤسسات اللي هي الثانية. توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد العينة في تحديد الدرجة المتوفر توافر متطلبات العمل الذكي بمؤسسات التعليم العالي تبع المتغير المؤهل العلمي، وذلك لصالح مؤهل البكالوريوس. طبعا توصيات، احنا بنوصي بتصميم وتنفيذ انماط مختلفه من مواقع الانترنت لتسهل على التواصل بين المتعلمين، الاهتمام بتوظيف وتفعيل ادوات التعلم الذكي، عقد العديد من الدورات المتخصصه في مجال الحاسوب وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ضروره توعيه المتعلمين باهميه التعلم الذكي في الموقف التعليمي. ونشكر لكم حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا ليعطيكم العافيه. نص الورقه هناك بعض في مستوى توفير متطلبات التطبيق او تطبيق التكنولوجيا في التعليم. لا توجد دراسات عن جاهزيه مؤسسات التعليم العالي، دراسات قليله عن الموضوع. من التوصيات اللي بوصي فيها انه يكون في تدريب للفرق البشريه لقدر ما جاهزه، واخذ دورات بهذا المجال، والتوعيه باهميه التعلم وتوظيف التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا. شكرا لكم.